يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا
سعوا إلى ذكر الله يا وإذا
وتركوك قائما كل ما عند الله خير من له ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
فجعله غثاء نحوا والذي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه
بسم الله في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الصوتية مرة كهربائية إدارة أولاد الحاج سيد الدسوقي المقيمين بصندوق مخازن الفراشة الكبرى قسم الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج سيد دياب المقيم بصندوق الخدمة الصندوقية الممتازة إدارة المتر رضا النبولي المقيم بالحصين مركز ومدينة السنبلاوي إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.